اللهم امين اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذو الجلال والاكرام امين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين امين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب صخرات الموت آمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين آمين حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمين اللهم حاسبني حسابا يسيرا آمين اللهم حاسبني حسابا يسيرا آمين اللهم إني نسألك جنة الفردوس آمين ونعوذ بك من عذاب جهنم آمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين اللهم اغفر تقوعوسو من ذنوبي آمين ورحمتك أرجى إني من عملي آمين ربنا توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين آمين يا أول الأولين آمين يا آخر الآخرين آمين يا أرحم المساكين آمين يا ذو القوة المتين آمين ظلمنا أنفسنا آمين وإن لم تغفر لنا آمين وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين برحمتك